وأحدثكم بوضوح أن صوت المصريين يصل مسامعي، وأحلامهم هي ذاتها أحلامي، ولا تختلف آمالهم عن آمالي، ولأنني أستشعر احتياجاتهم وأقدرها، فقد قررت توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ ما يلي. أولاً، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام. ثانياً، زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلاً من 3500 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقاً لمناطق الاستحقاق. ثالثاً، رفع الحد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% وذلك من 36000 جنيه إلى 45000 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام. رابعاً، زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أسرة. خامساً، مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 بإجمالي 11 مليون مواطن. سادساً، سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقاً للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة للدولة. سابعاً، قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022. ثامناً، إعفاء المتعثرين من سداد فواتير وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة أو المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى بنهاية 2024. احنا بنتكلم على الفوائد وغرامات التأخير وسداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة. شعب مصر العظيم، ستظل مصرنا الغالية العزيزة هي نقطة التلاقي التي تجمع قلوب المصريين في حبها وسواعدهم لبنائها وأحلامهم لقوتها وعزتها، وستبقى إرادة المصريين هي سر قوتنا ووحدتنا، هي ضامن بقائنا، ولقاؤنا مرهون بقوة أحلامنا وآمالنا في وطن يليق بعراقته وجهود حاضرنا وإشرافه وإشراقة مستقبلنا. وستبقى مصر بإذن الله هي مبتدأ الأمر، وستبقى مصر بإذن الله هي مبتدأ الأمر وخبره، وبنا جميعا إن شاء الله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.